السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مازال حالة يا جماعة، أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. تمام، كويسين؟ إيه أخباركم؟ والله يا جماعة سمعت قصة غريبة النهاردة. قال في واحد اسمه محمد قمصان. محمد قمصان ده مش عارف من زمن الخليفة ولا زمن مين، ولا أعرف قمصان ده اللي كان مع أبو زيد الهلالي، كان اسمه أبو القمصان. المهم يا جماعة خلينا في القصة. القصة إيه؟ عمكم محمد قمصان دي قال شغال على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا منزل له نفسه قصة. مالك يا محمد قمصان؟ قال يا عمي عنده مرض اسمه الكارسر. المهم يا جماعة المرض ده مرض، يعني مرض خبيث، ماشي، وشغال على الفيسبوك ينزل. المهم وعمل هاشتاجات كتير، ماشي، لغاية ما يعني الناس صدقت ان هو يعني تعبان. يعني انا عن نفسي يا جماعة لما يكون واحد تعبان مثلا منزل على الصفحة بتاعته واحد تعبان، فانا عن نفسي حيصعب علي، هعمل ايه؟ اعمل له مثلا مشاهدة، ماشي، اعمل له لايك. المهم انا يعني ايه، اعمل له ترند، عاوز اساعده، صح ولا لا؟ واكيد انتوا يا جماعه عاوزين تساعدوا. المهم يا جماعه بعد ما خد فتره على النظام ده عمل ايه، راح طلب من الناس ان هي ايه تساعده وتدعي له. الراجل ده بيمر بمرض شديد، ماشي، زائد في ناس تاني اصحاب قنوات نزلوا قالوا ده محمد اسمه محمد قمصان، بدل ما كان عنده يعني هم سموه، هو بيقول انا عندي الكارسر، مرض الكارسر، المرض الخبيث ده. قالوا ده واحد يطلع لك انه هو عنده فشل كلوي، واحد يطلع لك انه هو عنده كبد، وواحد يطلع لك انه هو عيان مش عارف فين، وواحد يطلع لك انه هو عنده سرطان، وواحد يطلع لك مش عارف ايه. طب ما تهدوا يا جماعة، عيب عليكم. طب مش الدور يا جماعة تشوفوا فين الصح وفين الغلط، ولا اول واحد يتكلم وخلاص. المهم راح طلب الناس ان الناس انها تساعده. طيب ماشي يا محمد قمصان، الناس اشتغلت برضو ايه معاه لحد ما وصل لدرجة انه بقي معروف مش في مصر بس، في جميع الدول العربية، ماشي، لدرجة ان كانت فيه ناس كتير بتبعت له فلوس. فالمهم عمكم قمصان ده ايه داق القرشين، وبعد ما داق القرشين قال لك انا ما عيان عيان، يعني لو مش عيان عيان. المهم في ناس اول ما اشتغلت الفلوس يا جماعة راحوا، في ناس عملوا ايه، اشتغلوا ينخروا وراه، عاوزين يعرفوا ازاي طبعيان ازاي يا جماعة ومن فترة، وازاي ما تغيرش حتى منظره ولا شكله. لا، الموضوع ده في إنا، زي زمان لما كان يغنيها يقول لك أصل الحكاية فيها إنا، أصل الرواية فيها إنا. فالموضوع ده يا جماعة في إنا. طب إيه الإنا بتاعته يا أبو بلال؟ اشتغل وراه يمين شمال يدور وراه، إن هو قالوا له أنت كذاب، أنت مش عارف إيه، أنت كذا، ده الصور بتاع الزمان هي نفس الصور اللي دلوقتي، لو يعني لا تغير. أي حد يا جماعة عيان منظره على الأقل بيتغير، ده أكيد صح، ماشي.
المهم يمين شمال راح قالوا له ايه انت كذاب مش عيان، فراح اختفى، اختفى من اعين الناس. المهم بعد ما اختفى راح طلع بعد كام يوم راح جاب امه معاه والدته، حتى والدته طلعت معاه قالت ازاي انت بتقول على ابني كده، ده ابني فعلا عنده مرض الكانسر ماشي. الناس بعد ما كانت بتنتقده راحوا رجعوا سكوا لورا شوية، لا ده حقيقي ازاي ده امه طالعة معاه، ده امه مش عارفين ده. انت عارفين يا جماعة القصص بالذات لو كلمتين بتبقى قديه صفحتين، فما بالكم لو صفحتين حكاوي كثير. المهم بعد ما طلعت امه راحوا رجعوا ان هو بينتقدوه مثلا او بيقولوا ان هو لا ده كويس ده كذا، صدقوا ان هو ايه عيا، لدرجة انهم اشتغلوا يعني يقولوا ده ناس تقول لك سرطان وناس يقول لك عنده كذا وناس تقول لك عنده كذا، كل واحد عايز يعمل ترند وكل واحد عايز يعمل كذا وكل واحد عايز يطلع، فابو بلاش شغل الناس دي. المهم يا جماعة بعد كده راحت فيه، راح اول ما لقي الناس مش مصدقاه راح اتصل الدكتورة قال لها يا دكتورة انت مصدر ثقة، دكتورة كبيرة، بس هو سبحان الله ربنا لما بيحب يكشف واحد بيكشفه يعني بيمشيه للبكال يمشيه الطريق الصح. راح مشى للدكتورة دي اتصل بالدكتورة قال لها يا دكتورة انا عاوز اجيب لك الاشياء وتقولي للناس ان انا مريض بمرض الكستر الكرسر، الله يقطع الكستر على الكرسر، اسمه الكرسر هو، انا بنسى يا جماعة بقول الكستر. المهم اتصل بالدكتور قال طب يا ابني انت هات لي الاشعاعات ماشي، هو عشان هي مصدر ثقة عاوزها يعني تقول ده كذا ده عيان وده تعبان وده كذا وده كذا، فهي يعني الست دي لو قالت يمين الناس اعتبرها يمين، لو قالت الناس لو قالت هي شمال يبقى الناس هتمشي معها شمال. المهم تعمل ايه دي مرضيتش، ما هو مرضي هو هو مرضيش يجيب لها الاشعاعات تعال، فقال لها اصله انا ما عنديش مرض الكانسر، طب عندك ايه يا ابني؟ قال انا عندي مرض الايدز. قالت يا لا حول ولا قوه، حتى الايدز برضه مرض خطير ماشي. بعد كده هو قالت لا انا حقدم فيك بلاء وحفضحك. المهم راح هددها ماشي، اول ما هددها راحت عملت له بلاء محضر تهديد وبلغت عنه ان ده بيدعي كذا 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 ماشي، ان هو مريض بمرض الكانسر عشان يسحب فلوس من الناس عشان الناس تديله ويقول يا جماعة ادعوا له كذا كذا فبيصعب على الناس. المهم يا جماعة وراح محكمة مين يا ابو بلا محكمة كفر الشيخ. المهم هو الموضوع ده لي اسبوع ماشي، فيا جماعة الناس اللي بتنصب دي اتمايز على دمها، دي بتاكل قوت الناس الغلابة، يعني هو رايح ينصب ماشي ويقول انا كذا وانا كذا وانا كذا وانا عيان، يا اخي يمكن ربنا يعيك فعلا، يمكن تغور فيها، يمكن تموت بيه هو المرض انت اللي يعني انت اللي جايبه لنفسك ده، بيقول انا عيان يعني انا يمكن لو قلت انا عندي سرطان وما عنديش عشان الناس تديني فلوس يا جماعة، ما ممكن ربنا يبتليني بنفس السرطان، ليه البني ادم ما يبصش الا ربنا ولا ربنا ده نسيناه خالص احنا؟ طيب اذا نسينا ربنا ربنا مش نسينا. ويا جماعة يا ريت
القصة دي مني أو من غيري يا ريت تشهروها. ليه؟ لأن ممكن في أطفال صغيرة يا جماعة تعمل نفس الموضوع ده. أي يعني العيل لما يكون سنه 10 سنين يعمل نفس الموضوع ده وعاوز يجيب فلوس وحياخدها إيه؟ حياخدها حكاية نصب ولا يعني؟ لا هو حياخدها شطارة يعني، ود مفتح يعني، ود برم، عمل له شوية شغل على الفيسبوك وعمل له كذا 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 والناس بقت تبعت له فلوس. هل ده حرام ولا حلال؟ وفيه ناس كثيرة الواحد احنا عندنا بنقولوا عليه ايه، والله ما ترطف على بيت كرلت كره لا كرة العربية يعني، الناس مضرمة، عامل الواحد عامل زي العجل وما فيهوش ولا حاجة وشايل له قلعيل على اكتافه وريح يشحب بيه. يا رجل ما يزعل دمك، ما يزعل دمكم، اتقوا الله. انا مش عارف يعني ايه البناء ادمين دي، وده ماشي ينصب قال عنده مرض الكرسر عشان الناس تدي له فلوس، ودته فلوس بس الفلوس جات على دماغه في الاخر. الله يا جماعه المشكله ان انا لما بسمع موضوع كده يعني زي كده ما بعرفش اقعد ساكت. ومعلش يا جماعه انا طولت عليكم شويه، ويا ريت يا جماعه الواحد ياخذ باله ماشي. وما تنسوش يا جماعه تعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس وعمل لايك. معكم ابو بلال الصيدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.